اللي يقولوا لهم انا على بالي شاديستان قادر يريقلي لاسكياس ما حبش قال لي والو السيد نايب وكذا ما عنديش واش يا خاوتي اللي صدمني نقولها لكم الان وبأسف بعد ما دخلنا وقعدنا لقيتهم قاعدين معايا والله الذي لا اله الا هو لقيتهم قاعدين معايا كنت ادخل تعرف ايش قالوا لي يا ولدي تصدم قال لي دفعنا الصوم 100 اورو للواحد قالوا لي دفعنا الصوم 100 اورو للواحد وهي 50 دولار دفعوا الصوم 100 اورو ولا غرجوا معنا في الطياره هذه حقيقة وقعت لي يعني بصح هذه اللي ما توصلنيش كشكاية متقنة وموثقة سينيور بارول